الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة، بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم. أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، وأنا ولي المؤمنين صلى الله عليه وسلم. وبعد، ما زلنا مع عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين والإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله رضي الله عنه، وما زلنا مع الباب 21 من أبواب الكتاب في الحكم بين الفريقين والفصل بين الطائفتين، بين من قدم الصبر على الشكر ومن قدم الشكر على الصبر. واليوم مع الباب، مع الفصل السابع من الباب 21، يقول الإمام رضي الله عنه: ولما وصف سبحانه حقيقة الدنيا وبين غايتها ونهاياتها وانقلابها في الآخرة إلى عذاب شديد ومغفرة من الله ومغفرة وثواب، أمر عباده بالمسابقة والمبادرة إلى ما هو خير وأبقى، وأن يؤثره على الفاني المنقطع المشوب بالأنكاد والتمغيظ، يعني كما قال الله عز وجل: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. ثم أخبر سبحانه أن ذلك فضله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، كما قال في سورة الحديد: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. ثم ذكر سبحانه وتعالى أن المال والبنين زينة الحياة الدنيا، وأن الباقيات الصالحات وهي الأعمال والأقوال الصالحة التي يبقى ثوابها ويدوم جزاؤها، خير ما يؤمله العبد ويرجو ثوابه. وذلك كما قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون.
ولما أخبر عن آفات هذه الدار جل وعلا دعا عباده إلى دار السلام، إلى دار السلام التي سلمت من التغيير والاستحالة والزوال والفناء، وعم عباده بالدعوة إليها عدلا، وخص من شاء بالهداية إلى طريقها فضلا منه جل وعلا. وأخبر وأخبر يعني وكما قال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إخواني، وأخبر سبحانه أن الأموال والأولاد لا تقرب الخلق إليه، وإنما يقربهم إليه تقوى الله ومعاملته فيهم، كما قال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. أطيقني. وحذر سبحانه أن تلهيهم أموالهم وأولادهم عن ذكره، وأخبر سبحانه وتعالى أن من فعل ذلك فهو الخاسر، من فعل ذلك فهو الخاسر حقيقة، لا من قل ماله وولده في الدنيا، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فكون العبد يعني يفتخر يعني ويستطيل بكثرة المال أو الولد، فهذا خرج عن الإطار الذي خلق من أجله، وإطار العبودية إخواني الكرام. ونهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يمد عينيه إلى ما متع به أهل الدنيا فيها فتنة لهم واختبارا، وأخبر أن رزقه الذي أعده له في الآخرة خير وأبقى من هذا الذي متعوا به. هذا الإنسان يدرك الحقيقة إخواني، كما قال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. أخبر سبحانه وتعالى كذلك إخواني الكرام، وأخبر سبحانه أنه آتاه السبع المثاني والقرآن العظيم، وذلك خير وأفضل مما متع به أهل الدنيا في دنياهم، وجعل ما آتاه مانعا له من مد عينيه إلى ذلك. فهذا العطاء في الدنيا وما ادخر له من رزق الآخرة خير مما متع به أهل الدنيا، فلا تمدن عينيك إليه، كما قال تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم. ثم ننتقد الفصل الثامن من الباب 21، يقول الإمام: وإذا عرف أن الغنى والفقر والبلاء والعافية فتنة وابتلاء من الله لعبده يمتحن بها صبره وشكره، علم أن الصبر والشكر مطيتان للإيمان. يبقى الاثنين الصبر والشكر يا إخواني مطيتان للإيمان، لا يحمل إلا عليهما، الإيمان لا يحمل إلا على تلك المطية يعني أو تلك المطيتان، ولا بد لكل مؤمن منهما. واضح. وكل منهما في موضعه أفضل، يعني كل منهما في موضعه أفضل، فالصبر في مواطن الصبر أفضل، والشكر في مواطن الشكر أفضل. دي قاعدة مهمة جدا، يبقى مش هنميز، لا، الصبر أفضل والشكر أفضل، هذا في موطنه وهذا في موطنه، يعني واضح. يعني من رزق نعم كثيرة محتاجة شكر، واضح، والطاعة في نفس الوقت، عايز شكر وعايز صبر في نفس الوقت، يعني هذا ابتلاء،
يعني ونبلوكم بالخير والشر فتنة. هذه فتنة، هذا اختبار، هذا امتحان، وفي نفس الوقت محتاج صبر على كل الطاعات يعني، وفي نفس شكر على النعم، يعني أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي يعني، وهذا إن صح مفارقة كل منهما للآخر، ده إن صح. وأما إذا كان الصبر جزء مسمى الشكر، والشكر جزء مسمى الصبر، وكل منهما حقيقة مركبة من الأمرين معا كما تقدم بيانه، والتفضيل بينهما لا يصح. يعني واضح؟ يعني التفضيل بينهما لا يصح إلا إذا جرد أحدهما عن الآخر، وذلك فرض ذهني يقدره الذهن لا يوجد في الخارج، مش هينفصلوا أبدا. إخواني الكرام، الصبر والشكر لا ينفصلان، ولكن يصح على وجه، وهو أن العبد قد يغلب عليه، قد يغلب صبره على شكره الذي هو قدر زائد عن مجرد الصبر من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فلا يبقى فيه اتساع لغير صبر النفس على ما هو فيه لقوة الوارد، يعني لقوة الوارد، لقوة الوارد وضيق المحل، يعني المحل لا يتسع إلا للصبر، يعني قوة الوارد واضح، لقوة إخواني إيه؟ لقوة يا إخواني لقوة الوارد يعني، وضيق المحل لقوة الوارد وضيق المحل، لقوة الوارد وضيق المحل إخواني الكرام، لقوة الوارد وضيق المحل، يعني المحل لا يتحمل إلا الصبر مثلا، لأن قوة الوارد يعني، وأصبح الوارد سيطر على المحل، فأصبح المحل لا يتحمل إلا الصبر. واضح يا إخواني؟ المحل لا يتحمل إلا الصبر يا إخواني الكرام، لا يتحمل إلا الصبر إخواني الكرام. يقول يعني فلا يبقى اتساع، يعني واضح، فلا يبقى اتساع فلا يبقى اتساع يا إخواني فلا يبقى اتساع إلا لغير صبر النفس، لغير صبر النفس على ما هو فيه لقوة الوارد، لقوة الوارد اللي هو أسباب الصبر، يعني قوة الوارد على اللي هو أسباب الإيه؟ أسباب الصبر، يعني أو أسباب التي توجب الصبر من البلايا والرزايا مثلا، وضيق المحل لأن المحل يتسع فتتصرف قواه كلها، قوى القلب إلى كف النفس وحبسها لله عز وجل. وفي المرحلة الثانية اثنين إخواني قد يغلب إخواني الشكر، قد يغلب الشكر يا إخواني الكرام، الشكر قد يغلب بالأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة على قوة كفه لنفسه وحبسها لله، فتكون قوة إرادته وعمله أقوى من قوة امتناعه وحبس نفسه. واعتبر بها ها واعتبر هذا بشخصين بيضرب مثال يا إخواني، يعني واضح، أحدهما حاكم على نفسه متمكن من حبسها عن الشهوات قليل التشكي للمصيبات وذلك جل عمل، وآخر يا إخواني الكرام وآخر كثير الإعطاء لفعل الخير القاصر والمتعدي، القصر على نفسه المتعدي لغيره، سمح النفس ببذل المعروف، ببذل المعروف والبر ضعيف ضعيف النفس عن قوة الصبر. فللنفس قوتان إخواني، قوة الصبر واحد، والكف وإمساك النفس هذه واحد، وقوة البذل اثنين، وفعل الخير والإقدام على فعل ما تكمل به، وكمالها باجتماع هاتين القوتين، قوة الصبر وقوة البذل، قوة الصبر وقوة البذل، قوة الصبر وقوة الشكر. والناس في ذلك أربع طبقات، كم طبقة؟ أربعة. ف
فأعلاهم من اجتمعت له القوتان، وأسفلهم من عدم القوتين، ومنهم من قوة صبره أكمل من قوة فعله، ومنهم من هو بالإيه أربعة من هو بالعكس. يبقى عندنا الناس أربعة في ذلك، أعلاهم من له القوتان، قوة الصبر وقوة البذل، وأسفلهم عدم من عدم القوتين. ثلاثة من قوة صبره أكمل من قوة فعله وبذله. أربعة إخواني منهم من هو بعكس، أي من قوة بذله وفعله أعلى من قوة صبره. فإذا يعني فضل الشكر يا إخواني الكرام، يعني فإذا يقول فإذا فضل الشكر على الصبر، فإما أن يكون باعتبار ترجيح مقام على مقام، وإما أن يكون باعتبار تجريد كل من الأمرين عن الآخر وقطع النظر عن اعتبار. وتمام إيضاح واضح، وتمام إيضاح يا إخواني، وتمام إيضاح يقول وتمام إيضاح وتمام إيضاح هذا بمسألة الغني الشاكر والفقير الصابر، فلنذكر بابا يخصها ويكشف عن وجه الصواب فيه، والله تعالى أعلم. وطبعا يكون غدا إن شاء الله مع الباب 22 في من أبواب الكتاب، في اختلاف الناس في الغني الشاكر والفقير الصابر، أيهما أفضل وما هو الصواب في ذلك. نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، هزمهم وانصرنا عليهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.